بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أباد ممالك الأكاسرة والأباطرة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو بكل شيء محيط. لك الحمد يا ربنا على أن رفعتنا من ذلة ونصرتنا من قلة، لك الحمد على أن أكرمتنا بالإيمان وأنقذتنا من الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد بحنانيتك، لك الحمد بمنانيتك، لك الحمد بألطافك، لك الحمد بسترك الجميل، لك الحمد بصفحك، لك الحمد بعفوك، لك الحمد بآلائك، لك الحمد بنعمك التي لا تعد ولا تحد، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله نشيد إباء ولحن فداء، سيبقى يتردد في الكون صداه، ولن ينقطع على مر الأزمان نداه. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحداً في ملكه ما له ثاني، أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن القائد والقدوة محمداً رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، أرسله بالهدى بشيراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها،
لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا ولن نزل أبدا ولن نذل أبدا ولن نغلب أبدا. كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا. يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، الأحداث الأخيرة التي ألمت بأمتنا كشفت لنا عن إحدى أهم أزماتنا التي نعيشها، والتي هي سبب أصيل وعلة أساسية في استمرار ما نحن فيه من ذل وضياع وقهر وانكسار وتسلط أعداء أمتنا علينا. هذه الأزمة أيها الأحبة هي أزمة الوعي، أزمة إدراك بما يجري، أزمة بقراءة أوراق التآمر قديما وحديثا على هذه الأمة. وحلقات التآمر يا سادتي حلقات موصولة من قطعت، وإنما هم ينفذون مرحلة بعد الأخرى. سمعتم ما صرح به ديكتشيني الأمريكي الصليبي اليهودي الحاقد الذي أعلن عن خطة لمئة عام مستقبلة آتية تنفذ على 5 مراحل متوالية متعاقبة، كل مرحلة بمقدار 20 سنة، من أجل الإجهاز على البقية الباقية من هذه الأمة، بل الإجهاز على الإنسانية، بل على البشرية جمعاء، وفرض سلطان أمريكا الأكبر على هذه الكرة الأرضية، وأن يسوسوها كيفما يشاء. ولكن العقبة الكؤود، ولكن خندق المواجهة الأخطر لديهم هو هذه الأمة، العالم العربي والإسلامي. فإذا استطاعوا تمرير مؤامرتهم وتنفيذ فصولها على المسلمين والعرب وفي بلادهم ومناطقهم، فهم في غيرهم أنجح ومع غيرهم أجدى، فبدأوا بهذه الأمة. أزمتنا أزمة وعي، أزمتنا أزمة فقدان لجولة فكرية واعية في أوراق التآمر على هذه الأمة قديما وحديثا. ولو أننا ارتقينا في منسوب وعينا وفي مستوى مداركنا، واستطعنا أن نهضم وأن نستوعب بعد المؤامرة علينا، لفوتنا على الأعداء كثيرا من الفرص، ولأفشن لهم كثيرا من المخططات، ولوضعنا لأحلامهم الجهنمية الشيطانية
لوضعنا لهذه الأحلام حدًّا وأثبتنا أنها أضغاث أحلام تدور في عقولهم الفارغة، ولكن حينما يجدوننا قطعانًا سائمة، أشباحًا تائهة، أرواحًا شائهة، لا تعقل، لا تدري، لا تدرك، لا تستوعب ما يجري عليها وبها، حينما يروننا بوابات سهلة يمرر من خلالنا علينا كل فصول مؤامراتهم القذرة وينفذ كل كيدهم الموتور الذي يندفع نحونا بحقد دفين، يوم يروننا نحن لقمة سهلة ونحن بوابة مفتوحة ونحن نفتقد المدارك الفكرية والعقلية والقدرات، قدرات الوعي لكي نستوعب أعداءنا ونعرف بعدهم ومخططهم وتآمرهم، يوم يجدوننا أوراق بيضاء يملؤونها كما يريدون، يوم يجدوننا أشباحا تائهة يسيروننا كيفما يشاءون، يوم يروننا جسوما لا عقول لها لا وعي لها ينفذ علينا بأيدينا كل أحلامهم وكل طموحاتهم. نعم، إنها أزمة وعي تعيشها الأمة منذ عقود، ونعيشها منذ أجيال، وصرنا أصحاب ذاكرة مفقودة لا تستفيد من التجربة ولا تختزن الماضي من الأحداث الدامية والنكبات والويلات والمصائب، ولم نتعرف بعد إلى أعدائنا. بمجرد ما يغير لنا العباءة ننخدع، بمجرد ما يغير لنا الشعارات ننخدع، بمجرد ما يغير لنا الواجهات ننخدع، بمجرد ما يغير لنا الأدوات وأشخاص العملاء وأشكالهم ننخدع، ثم ننقاد، ثم يمرر علينا المؤامرة أيها الأحبة، يمرر علينا ما يشاءون وما يريدون، فتعالوا نستوعب بعد المؤامرة، تعالوا نعالج في هذه الوقفة السريعة، نعالج أزمة الوعي التي نعيشها، لأنني أخشى إن لم نستوعب مخطط العدو فيما مضى ومخططه فيما هو الآن يحدث فيما يجري من أحداث حولنا، إن لم نستوعب جيدا فنحن على شفير جرف هار، ونحن على هاوية منحدر خطر، ونحن مقبلون على فتنة، عمياء وداهية دهياء ستأكل أخضرنا ويابسنا، وسنقتتل بأيدي بعضنا، سيضرب بعضنا بعضا، وستغرق المنطقة في حمام دم، في فوضى عارمة، في تشرذم، وكل هذا بتأثر انفعالات غير واعية وردود فعل غير مدروسة وتصرفات مرتجلة وعواطف جوفاء حارة لكنها فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، يجيش بعضنا ضد بعض ويملؤون احتقانا، ثم هم يضربوننا جميعا ويجهز علينا. أيها الأحبة، تلفتوا حولكم، ألا ترون؟ أمريكا تقصفنا في الصومال، تقصفنا في أفغانستان، تقصفنا في العراق، تقصفنا حتى في فلسطين بأسلحتهم وعتادهم وخبرائهم. أمريكا تتآمر علينا، في كل بقعة ومكان، ونحن أيها الأحبة تسوقنا أمريكا بعيداً عن كل إجرامها، بعيداً عن كل قصفها، بعيداً عن كل قتلها، بعيداً عن كل همجيتها ووحشيتها، تسوقنا نحو صراع مذهبي سني شيعي، نحو صراع عرقي عربي كردي، نحو صراع إسلامي مسيحي، نحو صراع موتور، قائم أيها الأحبة على برنامج مدروس مرتب أوراقه، والأدوات التي تستخدم في تحقيق هذا الهدف كثيرة ووفيرة ومتعددة أيها الأحبة. على رسائل الجوال الذي يدفعني أن أقف هذا الموقف وأتكلم في هذا الموضوع، على رسائل الجوال في عموم الخليج، ثم من الخليج بدأت تأتي إلينا كالمطر الوابل إلى بلادنا، إلى سوريا وإلى لبنان وإلى فلسطين والأردن ومصر، رسائل جوال كل مضمونها
هو دفع الأمة إلى احتقان شيعي سني. الشيعة يتآمرون، الشيعة يطوقون بغداد، 40,000 سيجهز على أهل السنة، تآمر فارسي شيعي على بلاد المسلمين. أيها السنة انهضوا، قوموا، تجيشوا، استعدوا، أعدوا العدة، رتبوا أموركم، جهزوا أحوالكم، يجب أن تخوضوا معركة فاصلة يدفعوننا إليها ضمن أوراق مدروسة محسوبة. أيها الأحباء، الأمر جلل، الأمر خطير، فلننتبه يا عباد الله. يصرفوننا عن مجازر إسرائيل في فلسطين، عن مجازر أمريكا في أفغانستان والعراق والصومال، عن إجرام روسيا في الشيشان، عن إجرام الصرب في البوسنة، عن إجرام الصين الشيوعية في تركستان على شعب الإيغور المسلم، عن إجرام الفلبين الصليبية الحاقدة عما يجري بإخواننا هناك على أرض فلبين المسلمة، عن إجرام الدول الغربية قاطبة وهي تتوزع الكعكة الإسلامية والكعكة العربية، يقسموننا ويجزئوننا ويدفعوننا إلى صراع داخلي متعدد الصور والملامح. أيها الأحبة، أزمة وعي يجب أن نستوعب. اسمعوا حقائق بسيطة. في عام 1907 كما هو في كتاب الغارة على العالم الإسلامي للمستشرق الغربي الحاقد صموئيل زويمر، في هذا الكتاب يؤرخ أنه في عام 1907 قامت إنجلترا بعقد مؤتمر أوروبي للقوى السياسية والفكرية والتنصيرية والتبشيرية في قلب إنجلترا، واستمر هذا المؤتمر لمدة شهر كامل. انتبه انتبه على الأعوام، 1907 ميلادية، مؤتمر في إنجلترا دام لمدة شهر، جمع فيه كل الأطياف السياسية والفكرية والتبشيرية والدينية في أوروبا بإشراف إنجلترا، شهر كامل يتداولون الأخطار المحدقة على العالم الغربي وما هي المعوقات أمام تعميم الحضارة الغربية ومضامينها على العالم. فاكتشفوا بعد شهر من المداولات بأن أخطر قوى موجودة وأكبر عقبة قائمة وأكبر خطر يهدد أوروبا هو العالم الإسلامي، هو العالم الإسلامي. فخرجوا بثلاث مقررات. أيها الأحبة، خرجوا بثلاث مقررات. المقرر الأول وضع خطة محكمة للإجهاز على الخلافة الإسلامية وعلى أي صورة من صور الحكم الإسلامي الذي يجمع شتات الأمة ويوحدها. فكانت معاهدة لوزان التي أشرفت عليها إيطاليا واليونان وفرنسا وإنجلترا، والتي صنعت لنا للعالم الإسلامي أحد أكبر عملائها وصنائعها اللي هو مصطفى كمال أتاتورك، فدربوه وأعدوه وجهزوه وهيأ له الأرضية، وقام بدوره القذر في الإجهاز على الخلافة العثمانية الإسلامية التي على ضعفها وعلى كل المآخذ التي كان فيها كانت تجمع الأمة الإسلامية في خيط واحد وفي نظام واحد وفي هم واحد وفي قوة عسكرية وسياسية واقتصادية واحدة. تم الإجهاز على الخلافة، لغي التعليم الديني، لغي الأوقاف الإسلامية، لغي الأحكام الشرعية، منع الأذان بالعربية ثم منع الأذان كاملا، غيرت الأحرف العربية إلى أحرف لاتينية، منعت الأسماء العربية ومنعت الهيئة والزي الإسلامي العربي، وبدأت سلسلة أنجحوها في تركيا اللي هي مهد الخلافة وهي قلب الخلافة التي تجمع العالم، ثم بدأوا يعممونها على كامل البلاد العربية والمسلمية التي هي إقصاء الإسلام بكل ما أوتوا من قوة عن حياة الناس. فإذا أراد أن يعود الإسلام فيجب أن يعود ضمن مقاييس أمريكية أوروبية بعد قيام عملية فلترة لهذا الإسلام وإعادة تصنيع له، ثم تحويله إلى قوى تهدم تخرب، إلى قوى باسم الدين وباسم الإسلام، بدل من أن تجمع الأمة تفرقها، بدل من أن توحدها تمزقها، تصبح هذه العودة للواجهات الإسلامية تصبح عودة مدروسة مبرمجة مرتبة من أجل تحقيق مصالح لهم، لأن هناك شارع إسلامي مملوء بالإسلام
لا بد أن يتعاملوا معه بحذر حتى لا يثور فجأة، فيعيدون له الإسلام بين الفينة والأخرى لتخديره، لتنويمه، لتمزيقه، لتفتيته. وهذه أطلق عليها سياسة إسلام ضد الإسلام، إسلام ضد الإسلام. مؤتمر 1907 قرر أولاً إلغاء الخلافة، ثانياً بدء الإعداد، أيها الأحبة، بدء الإعداد لزرع الكيان اليهودي الصليبي الحاقد التي الغدة السرطانية اليهودية في فلسطين. فقامت القوى الغربية بتحالف مع الصهيونية العالمية التي كانت تحلم بوطن قومي لليهود، فكان وعد بالفور 1917، وأعطيت أرض فلسطين لليهود من أجل أن تصبح دولة إسرائيل، هي الخنجر المغروس في قلب الوطن العربي، يمنع أي مشروع وحدة، ويقوم على تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت، ويقوم بدور الواجهة المتقدمة في قلب عالمنا العربي والإسلامي للإجهاز على الأمة وضرب أي مظهر من مظاهر الصحوة الراشدة، سواء كانت إسلامية أو قومية أو وطنية أو فكرية، أي مظهر من مظاهر الصحوة الواعية تضرب. استخبارات تل أبيب من موساد وشباك وشينبت توزعت عبر خلاياها المنبثة في عموم البلاد العربية والإسلامية، تدرس الشارع الإسلامي، تدرس عوامل النهوض، تدرس مواقع الصحوة، ثم تبدأ بالإجهاز عليها عبر مؤامرات قذرة نفذت بأساليب خبيثة لا يسع المقام الآن لشرحها وتسليط الأضواء عليها. وهذا ما تم أيها الأحبة. ثم جاءت مقررات على الشكل التالي: يجب أن نقضي على أي مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية أو العربية، يجب أن يقضى على أي مظهر من مظاهر الوحدة الإسلامية والعربية. يقول سيمون المفكر الفرنسي الشهير في كتاب له جذور الصراع في الشرق الأوسط، يقول: إن مشروع الوحدة العربية أو الإسلامية ليستحق منا أن ندق له ناقوس الخطر في الليل والنهار، ويجب أن نعمل عملا حثيثا وكثيفا لمنع أي تقارب عربي أو إسلامي، ونمنع ميلاد الوحدة العربية أو الإسلامية تحت أي مبرر كان وأي سبب كان. وتذكرون حاولت بعض الدول العربية أن تقوم بوحدة ما بين العراق وسوريا ومصر، ما بين سوريا ومصر، ما بين مصر وليبيا وسوريا، ما بين اليمن ومصر، لكن كل هذه المحاولات كانت قوى خفية غير مرئية تلعب دورها في قطع هذه الوحدة ومنع إكمال مشوارها. قلت لكم سواء كانت إسلامية أو عربية أو حتى فكرية، هم يمنعون هذا التواصل ويمنعون هذا اللقاء. لورانس براون السياسي المحنك والوزير البريطاني السابق والمفكر المعملق الذي له وزنه وثقله في كل أوروبا، يقول أيها الأحبة، لورانس براون: إن الوحدة العربية أو الإسلامية لهي اللعنة، بالحرف لهي اللعنة على العالم الغربي، ولهي الخطر الأكبر، فيجب علينا أن نسارع الخطى وأن نبذل كل غال ورخيص من أجل أن نمنع قيامها أو أن نمنع نشوءها، ولو مجرد فكرة، أن تؤد الفكرة في مهدها. ويجب أن يمنع أيها الأحبة، أن تمنع هذه الوحدة. ويليام جاكلوب بيفورد هذا السياسي البريطاني، طبعا بريطانيا دائما هي رأس التآمر على الأمة العربية والإسلامية، يقول هذا المجرم الآبق أمران إذا تركناهما يمكن أن يشكلا وحدة ولو بعد 100 سنة، أي وحدة عربية إسلامية، أمرين فيجب علينا أن نقضي عليهما. ما هما؟ قال: مكة التي تجمع المسلمين في كل عام حولها وتثبت لنا أننا عاجزون من أن نمنع توحدهم أو لقاءهم، مكة
يفكرون بهدمها أيها الأحبة منذ زمن بعيد، مكة. فإذا ما استطاعوا أن يهدموها فلا مانع من أن يفقدوها رسالتها. الحجيج الذين عادوا الآن أو سيعودون من مكة، سلوهم: ماذا وجدتم في مكة؟ ماذا رأيتم في مكة؟ ضاعت الروحانية، ضاعت المظاهر الإيمانية، ضاعت الملتقيات الإسلامية والأطروحات الإسلامية المعمقة التي تجمع. إنما تجد في مكة حول الكعبة أبنية فارهة، فنادق فاخرة، مطاعم أوروبية وأمريكية، وكالات لكل أنواع، وكالات لكل أنواع المطاعم في العالم، وسلسلة لكل سلسلة الفنادق في العالم. أغرقوا مكة في المادية الغربية. تدخل على مكة كأنك تدخل على باريس، وخصوصا منطقة الكعبة، الحرم المكي، حتى أن الحاج ما عاد يرتشف نفحة، ما عاد يجد ومضة نور، بل لا يرى إلا الملاهي والمطاعم والبارجات والفنادق والملهيات والبضاعة والألعاب، فينسى، ينسى لما هو ذهب، وينسى لما كان. كان هذا البيت العتيق بواد غير ذي زرع، من أجل أن يتجرد العبد من دنياه ويقبل على جو من أجواء الآخرة تبعده عن الدنيا. ما قدروا أن يهدموا مكة فهدموها معنويا، هدموا رسالتها من خلال القائمين عليها عبر سياسة مدروسة لتفريغ مكة من رسالتها الروحية والإيمانية والفكرية في العالم العربي والإسلامي. إنما المفاخرة الآن توسعه بناء جسور، طرقات، أنفاق، سلسلة فنادق غطت على مكة، وما عدت ترى الكعبة من خلالها. هذا هو الاهتمام بمكة الآن أيها الأحبة، وهذا أمر مدروس عبر سياسة غربية. إذن أمران يجب أن يقضى عليهما: الأمر الأول مكة، والأمر الثاني القرآن. القرآن، نعم القرآن. القرآن يوم وقف جلادستون وزير المستعمرات البريطاني في مجلس العموم البريطاني وهو يمسك القرآن بيده ويقول: لن تكون أوروبا في أمان، ولن تستطيع أن تسيطر على مقدرات الشرق العربي والإسلامي إلا إذا قضت على هذا الكتاب في حياتهم، قضت على القرآن الكريم، على القرآن أيها الأحبة. يقول وزير المستعمرات الفرنسية في الجزائر بعد أن طلب بعد 100 عام من احتلال فرنسا للجزائر، طلب إلى فرنسا، قالوا له: ماذا تقترح؟ 100 عام ولم نخمد لهيب الثورة المسلمة في الجزائر، قتلنا منهم مئات الآلاف، وصارت إعداد الشهداء في الجزائر 2 مليون حسب علمكم، لماذا لا تنجح فرنسا في أن يستقر وضع الجزائر لها؟ سياسة الأرض المحروقة، الإعدامات، التهجير، الاعتقالات العشوائية، سياسة التغريب والفرنسة، لماذا؟ فقال أمران: طالما هما في حياتهم فلا نجاح لكم في الجزائر. بعد 100 سنة تجربة. قالوا: وما هما؟ قال: أن تبعدوا القرآن عن حياتهم، وأن تقتلعوا اللسان العربي من أفواههم. إذا أبعدتم القرآن العربي عن حياتهم وقلعتم اللسان العربي من أفواههم فإنكم حينئذ أنتم على خير. صموئيل زويمر يقول في كتابه الغارة على العالم الإسلامي بالحرف، يقول: إن العالم الغربي يجب أن يقوم بمهمة مقدسة في العالم الإسلامي ذات شقين اثنين: الشق الأول عملية هدم، والشق الثاني عملية بناء. أما الشق الأول عملية الهدم، فيجب علينا أن نهدم إسلام المسلمين، وأن نهدم لسانهم العربي، وأن نهدم أواصر الوحدة واللقاء فيما بينهم، ولو أن ندفعهم إلى الإلحاد أو نجعلهم فريسة للملحدين. مكان الغرب ضد روسيا الشيوعية، معلش أن يكون العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية أن تكون فريسة جاهزة ولو للملحدين الذين هم أعداؤهم، فقط أن يتخلصوا من المسلمين والعرب. هذه عملية الهدم لديهم. أما عملية البناء، فاسمع، اسمع إلى هذا الحقد، ومن أراد فليرجع إلى كتاب الغارة على العالم الإسلامي، وله نسخ مترجمة موجودة في الأسواق. صموئيل زويمر يقول: أما عملية البناء فعلينا أن ننقل المسلم تدريجياً
إلى أن يتقبل روح الحضارة الغربية، روح الحضارة الغربية، ونبدأ بإقصائه تدريجيا عن محمد وكتابه أي القرآن. نبدأ أسألكم بالله، إذا جيت أنا وأنتم قعدتم الآن، أنا وأنتم، ومن 1907 من وقت ما قررت هذه البنود التآمر إلى الآن، نجحوا أم لم ينجحوا؟ أين القرآن في حياتنا؟ نفرح نحن في النسخ والطباعات والألوان، تماما نسخ كثيرة، لكن أين هو في حياتنا؟ أين قرآن الوحدة في حياتنا؟ أين قرآن الاعتصام؟ أين قرآن وأن أمتكم هذه أمة واحدة؟ أين واعتصموا بحبل الله جميعا؟ أين ولا تنازعوا فتفشلوا ريحكم؟ أين؟ 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 أين دعوة القرآن إلى عدم التثاقل؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ أين روح القرآن؟ أين سر القرآن؟ أين إعصار القرآن؟ أين هدير القرآن؟ أين بركان القرآن؟ أين زلازل القرآن؟ أسلافنا ملكوا نسخة واحدة كتبت بحبر على الرقاع وعلى الجلود، نسخة واحدة فتحوا بها العالم ودانت لهم القارات وأزالوا بها ممالك الطغيان والكفر. لم يتركوا قيصرا ولا كسرى، لم يتركوا روما ولا فارس، ونالوا حريتهم واستقلالهم، وبسطوا بساط النور للعالم، وأنقذوا الإنسانية من همجيتها واستعبادها وذلها، وأوصلوها إلى قمة الكرامة، قمة العدالة، قمة الرحمة، وصنعوا لنا تاريخا مزهرا مشرقا منورا وعزا مجيدا وركنا مشيدا. ونحن ملايين في كل بيت من بيوتنا عدد من نسخ القرآن. أبعدوا القرآن أم لم يبعدوه؟ أقصوا القرآن حولوه لكي يقرأ على الأموات، وهو جاء لكي يحيي الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه، بإجماع أهل التفسير أنه أحييناه من الكفر إلى الإيمان بالقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نور القرآن يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أين القرآن؟ يتلى على الأموات في الجنائز ويردد للتهاويل وكسب الأجر والثواب، أما هو في حياة شيبنا وشبابنا، في أسرنا، في مصانعنا، في شوارعنا، أين كتاب الله يا سادة؟ أضعنا الطريق، أضعنا الأثر، أضعنا الدروس، أضعنا العبر، أضعنا الكتاب، أضعنا الفكر، أضعنا شريعة خير البشر. أين؟ أين؟ النور في فرقانهم لكنهم لا يبصرون، بل يبصرون فيغمضون، ويعرفون فيحرفون، والمؤمنون النائمون متى يستيقظون. أيها الأحبة، فصول للتآمر، ثم اسمع للمقرر الأخير، أو من أهم المقررات كثيرة، الأخير في وقفتي هذه، لأن عقارب الساعة لا تجامل. قالوا يجب علينا، اسمع اسمع ثم أخرج إلى الشارع وانظر الآثار، من 1907 قال يجب علينا أن نغرق العالم العربي والإسلامي بميوعة الفحش والجنس والشذوذ، لأنه طالما هم يملكون مقومات الدين والأخلاق فلا يمكن السيطرة عليهم أبدا. نسفوا الخلافة، أبعدوا الإسلام، قضوا على مظاهر الصحوة، تآمروا على مكة والقرآن، دبروا لأجيالنا، ثم يريدون تمييع المجتمعات الإسلامية. بماذا؟ بالخمر، بالجنس، بالمخدرات، بالمنكرات، بالشهوات، بالإباحية، بالشذوذ. أسألك بالله نظرة فاحصة على واقع الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها، بماذا يشغل شيبها وشبابها؟ أسألك بالله، يوم أول ما دخل المحتل الروسي إلى أفغانستان، أول ما فعل شجع تجارة وزراعة الأفيون، المخدرات في أفغانستان. خرجت روسيا، جاءت أمريكا، مع أمريكا جاءت الدعارة المنظمة إلى أفغانستان المسلمة ذات التقاليد العريقة، الدعارة المنظمة، الشذوذ الجنسي، الإباحيات، أوكار الليل. في العراق نفس الشيء، أول موجة مع الجيش الأمريكي أغرقوا العراق بسيديات دعارة، بأماكن دعارة، شجعوا أماكن الفحش والفجور، ثم أغرقوا العراق بالمخدرات واتهموا فيها إيران. قالوا إيران هي التي أغرقت العراق
بالمخدرات من أجل أن تسيطر أو تشل حركة العراقيين فيكونوا مخدرين فلا يفكروا بمقاومة محتل أو أن يعرفوا ماذا يراد بهم في فلسطين. اسأل أي فلسطيني ممن كان في فلسطين، اسأل ماذا فعل اليهود أول ما وطأوا أرض فلسطين ومكن لهم. كانت دور البغاء تفتح مجانا للشباب الفلسطيني، مجانا يتصيد الشباب المسلم الفلسطيني ويساقون بالمجان إلى دور بغاء لممارسة الفحش والجنس والرذيلة وتعاطي المخدرات لإفقاد الجيل المسلم القادم أي قدرة على المقاومة وإفقاده أي مناعة أمام المراد المخططات التي بعدها. أيها الأحبة، الآن هناك هجمة زاحفة على عموم البلاد ومنها بلدنا هذا لإغراق كل شارع وزقاق بحبوب المخدرات، بحبوب الوش يسمونها بين الشباب، بسيديات الجنس والدعارة. هناك قوى خفية تنظم هذا الأمر وتزيده اتساعاً، ولقد رفعنا شكوى بعد أخرى لأولي الأمر وجزاهم الله، لبوا وتابعوا ويحاولون أن يطوقوا الظاهرة، ولكن هناك أجندة خفية تملأ البلد، تملأ البلد بأوكار دعارة، بشبكات دعارة، شبكات بغاء، مخدرات، جنس فاضح مكشوف، إعلام فاضح مكشوف. هذا من أجل أن يفقد الجيل أي صورة من صور المقاومة ويفقد كل المناعة أمام هذه الهجمة. جيل يتعاطى كيف سيفكر؟ وأنا أتكلم عن أزمة وعي، عن أزمة الوعي التي تعيشها الأمة أيها الأحبة، تعيشها الأمة. ثم أخيرا قال مزقوهم بالخلافات المذهبية الوتر الذي ما من خطبة إلا وحذرتكم منه، وما من محاضرة ولا ملتقى إلا ونبهت الأمة، وإني لا أخشى قبل منبلج الدجى طوفان نوح. أغرقوهم الآن، هذه المرحلة، الآن المرحلة دخلت في الفوضى الخلاقة التي حذرتكم منها، وكان لي خطبة كاملة عن الفوضى الخلاقة. إغراق المنطقة بصراع مذهبي سني شيعي صوفي سلفي، إغراق المنطقة بصراع عربي كردي تركماني آشوري إسلامي مسيحي مناطقي طبقي، إغراق المنطقة. وللأسف قابلية الأمة لهذا موجودة، لأنها تفقد أزمة الوعي وتفقد البعد التآمري على هذه الأمة يا عباد الله. فأسألكم بالله استيقظوا، أسألكم بالله وحدوا صفكم، أسألكم بالله يا أولي الأمر، أسألكم بالله أيها القائمون على مؤسسات الدولة، اضربوا بيد من حديد كل من يثير فوضى، سواء كانت مذهبية أو كانت خلاعية أو كانت جنسا أو مخدرات، اضربوا أوكار الظلام. تدارك الأمة، لا يكون ديغول أعقل منا. يوم سألوه كيف ستبني فرنسا، قال سأبنيها ابتداء بأن أقضي على خفافيش الظلام في بلدي. خفافيش الظلام، خفافيش الفتنة، خفافيش الدعارة، خفافيش المخدرات، خفافيش الجنس والتمييع. اقضوا يا أولي الأمر على هذه الظاهرة، فإنها تهدد الأمن والأمان، تهدد الأوطان، تهدد الإيمان، تهدد السلطان. إنهم أذناب وأذرع لمؤامرة خارجية، ترصدوهم. وأنتم يا شبابنا يا شيبنا، تعقبوا كل صور الفتنة، تعقبوا كل صور الفتنة. إياكم، استيقظوا استيقظوا، استيقظي يا أمتي، استيقظي يا أمتي حكاما ومحكومين، توحدوا، تجمعوا، تكاتفوا، تراصوا، لا تكونوا معبرا لأي فتنة، لأي خلاف أيا كان نوعه وأيا كانت صورته. فرهان بقائنا على وحدتنا، ألا فتوحدوا يا عباد الله. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين،
ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيًا نفسي وإياكم إلى الاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضى يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، جاءكم تعميمٌ من قيادتكم وعبر وزارة الأوقاف، يقول: إن الإدارة الأمريكية وإسرائيل وكل من يلوذ بهم يتحملون مسؤولية إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، وتجاوزاً للجدل فيما إذا كان يستحق المصير الذي لقيه أم لا، وتجاوزاً لما تعرضت له سوريا من أذى التفجيرات والاغتيالات أثناء حكمه للعراق، إلا أن كلمة الحق تقال بأن الإدارة الأمريكية وإسرائيل قد ارتكبتا اغتيالاً سياسياً بإعدامه للأسباب التالية: أولاً، يجب أن يتم إعدامه بعد ثورة أو انتفاضة أو تغيير يقوم به الشعب العراقي نفسه بعيداً عن أي دعم خارجي من أي جهة كانت. ثانياً، يجب أن يصدر حكم الإعدام عن سلطة حكومة مستقلة وطنية، لا عن سلطة وحكومة الاحتلال. ثالثاً، يجب أن تنفذ عملية الإعدام بعد رحيل قوات الاحتلال وليس في ظل وجوده. رابعاً، جميع الحقوقيين الذين تابعوا المحاكمة أكدوا أن المحاكمة لم توفر الشروط التي تجعلها محاكمة عادلة ونزيهة، بل إنها محاكمة ذات طابع سياسي بحت، وبالتالي غير مؤهلة لإصدار حكم الإعدام. وقد أيدت هذا الرأي منظمة Human Rights Watch الأمريكية. وبما أن أي شرط من هذه الشروط لم يتوفر، تحول إعدام صدام حسين إلى عملية اغتيال سياسي لها تداعيات خطيرة على وحدة العراق وعلى الأوضاع في المنطقة. ولكن قبل التوقف عند التداعيات المترتبة على عملية الإعدام، يجدر التساؤل: لماذا اختارت الولايات المتحدة هذا التوقيت لتنفيذ عملية الإعدام، وتحديداً صباح يوم العيد وآخر يوم من عام 2006؟ ولماذا استعجلت عملية التنفيذ في حين كان يتوجب أن تستمر محاكمة الرئيس العراقي حول القضايا الأخرى المتهم بها والتي لها صلات بالدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؟ وبالتالي يمكن استنتاج ما يلي: أولا، عجلت الولايات المتحدة بتنفيذ حكم الإعدام قبل تعديل الاستراتيجية الأمريكية في العراق المتوقع في النصف الأول من العام الجديد الذي تفرضه التوازنات الداخلية في الولايات المتحدة، وحدوث هذا التعديل قد يؤدي إلى تعطيل إمكانية أن تمارس إدارة بوش ما تريد في العراق، بما في ذلك إعدام صدام حسين. ثانياً، عجلت الولايات المتحدة بتنفيذ حكم الإعدام من أجل عدم استكمال محاكمة صدام بقضايا أخرى تكشف دور الولايات المتحدة في دعم الرئيس صدام في حروبه ضد الأكراد وإيران وفي الأعمال الإرهابية ضد سوريا في عقد الثمانينات، وبالتالي فقد أعدمت معه كل الأدلة التي تدين الإدارة الحالية وحلفائها الغربيين بما فيهم الرئيس شيراك. ثالثاً، عجلت الولايات المتحدة بتنفيذ الإعدام وتحميل السلطة العراقية الحالية مخاطر ذلك لاستهدافها عرقياً ومذهبياً من الشعب العراقي، لأنها فشلت في مهامها ولم تحقق أهداف الإدارة الأمريكية. رابعاً، تعمدت الولايات المتحدة تسريب شريط مصور عن عملية إعدام صدام إلى قناة الجزيرة، رغم أن هذه المحطة ممنوعة من العمل في العراق، إلا أنها تروج بشكل أفضل من باقي الفضائيات، ومن خلالها يمكن تعميق الفتنة المذهبية وعزل التيار الصدري جماهيرياً تمهيداً لتوجيه ضربة قوية قاتلة له في الأيام القريبة القادمة. خامساً، عمدت واشنطن إلى تنفيذ حكم الإعدام في هذا التوقيت ليواكب تطورات حساسة يشهدها العراق والمنطقة
تهدد بفتنة مذهبية خططت لها الإدارة الأمريكية. ومن أهم ذلك تغذية الصراع المذهبي والعرقي القائم حالياً في العراق، الحؤول دون حدوث أي مصالحة وطنية عراقية في وقت قريب، دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة التحدي، وتحتاج واشنطن في هذه المرحلة إلى عزل إيران عربياً وإسلامياً، وتجنيد قوى واسعة في المنطقة وفي العراق للمشاركة في فرض العزلة عليها، بل في شن الجهاد المقدس عليها إذا لزم من بعض دول الخليج وغيرها. رابعاً، ستؤدي عملية الإعدام وما يرتبط بها من تصاعد للمذابح المذهبية إلى زيادة حدة الاحتقان بين السنة والشيعة في كافة أنحاء الوطن العربي الإسلامي. والفتن المذهبية هي اليوم الركن الأساسي في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لاحتواء ما يسمى في بعض الأوساط الحالة الجهادية السنية والشيعية، أي قوى المقاومة المناهضة لإسرائيل والغرب والولايات المتحدة الأمريكية. هذا تعميم أرادت القيادة أن تعيه الجماهير ووزع على كل مساجد القطر من خلال وزارة الأوقاف. إني داع فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا محبوب المخلصين، يا محبوب المخلصين، يا عالم كل خفية، يا كاشف كل بلية، يا رباه يا رباه، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين. اللهم من عادانا فعاده، من كادنا فكده، من نصب لنا شراكا وشباكا فاجعله عارقا بها، من حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، جمد الدماء في عروقهم، أشغلهم بأنفسهم يا رب السماوات والأراضين. اللهم إن أعداءنا قد أجلبوا علينا بخيرهم ورجلهم، اللهم احتلوا أوطاننا ودنسوا مقدساتنا وأراقوا دماءنا وسجنوا أحرارنا وقتلوا صغارنا وذبحوا كبارنا وأهانوا قرآننا وشتموا نبينا وتآمروا على ديننا وانتهكوا أعراضنا. اللهم فأرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اجعلهم كعصف مأكول، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد، جلل البيت الأبيض بالسواد، وكنيسة اليهود بالدمار. عليك بأمريكا، عليك بعملائها، عليك بأذنابها، عليك باليهود الملاعين، عليك بالصهاينة المجرمين، عليك بالصهاينة العرب، عليك بالصف العربي المتصهين، عليك بالعملاء، عليك بالدخلاء، عليك بأوكار الظلام، عليك بخفافيش العتمات، أحصهم عددا يا رب. لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية، اجعلهم لمن خلفهم آية. طال انتظارنا، طال صبرنا، طالت أيام الظالمين، طالت أيام المحتلين، طالت أيام المعتدين، فأين فيهم يوما أسودا؟ أرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم قهرك. عجل لنا بغارتك وغيرتك يا الله، عجل لنا بنفعة عز يا الله، عجل لنا بومضة نصر يا الله. احفظ هذه البلاد، احفظ سوريا وعموم البلاد الإسلامية، احفظها من أي فتنة داخلية، احفظها من أي فرقة. اللهم وحد صفها، اجمع شعبها، وحد كلمة حاكمها ومحكومها، اجعلها قلعة للصمود أمام الغزو، اجعلها خندق مواجهة يكسر أعداءنا وموجاتهم. اللهم احفظ بلادنا، ورد عنها غائلة الغدر والمكر، رد عنها كيد المتآمرين،
من اليهود والصهاينة والغربيين والعرب المتآمرين. اجعلنا في حفظك وأمانك وكنفك يا الله. أصلح شيبنا، أصلح شبابنا، أصلح بناتنا، أصلح أسرنا، أصلح علماءنا، أصلح حكامنا، أصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين، وردنا جميعا إلى رحاب دينك ردا جميلا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم لكم منذ هذه الجمعة إصداراتها الهادفة والمتنوعة، وستجدون اعتبارا من هذه الجمعة هذه العناوين من الخطب والمحاضرات على باب المسجد. وحدتنا على حبل المشنقة، قربان اليهود يوم العيد، عالمية الرسالة، عقدة المؤامرة، سورية بين الاتهام والالتهام، صبرا أخي، ناقوس الخطر، ضريبة الخيرية، الفوضى الخلاقة، حقيقة الإيمان، إعدام أمة. فمن أراد أن يقتنيها أو أن يستفد فليراجع مؤسسة غرباء الشام عند الأستاذ أحمد صادق. وأنبهكم، غدا 7:30 كالعادة محاضرتنا في قاعة جامع الإيمان ستكون تحت عنوان هيهات هيهات. هيهات هيهات توجه لأعدائنا، وهي قوة أمل بأن مخططاتهم ستفشل رغم خطورتها. هيهات هيئات، من أراد أن يمتلئ همة وأملا ومستقبلا جميلا فنراه في القاعة جامع الإيمان غدا 7:30 مساء. ناقم الصلاة.